السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيتوا بالخير جميعا. اليوم عندنا إعلان خفيف لطيف على ما سامعكم بإذن الله، إعلان مجرد إعلان تذكيري إلى سلسلة مطاعم سيخ ونص. تابعوا معنا باقي التغطية. طبعا مطعم سيخ ونص غني عن التعريف، ما شاء الله تبارك الله، له اسمه وأثبت سمعته في حي المهدية وأيضا في حي لبن. عندهم فرعين الأغلب يعرفهم، حي المهدية في طريق السيل الكبير، وأيضا عندهم فرع في حي لبن اللي هو في شارع الطائف، وفيه أيضا جلسات طلبات داخلية. طيب مطعم سيخ ونص الله يعطيهم العافية غنيين على التعريف جدا، ما يحتاجون إلى أي إعلان، ولكن إحنا مجرد جالسين نذكر بأصنافهم وبوجودهم في الحي. الآن أنا متواجد لي تقريبا ربع ساعة، ما عرفت أكمل التغطية من ما شاء الله تبارك الله من عدد الزباين اللي جالس يدخل ويطلب ويطلع، فلذلك اضطرينا نحن نقفل ستائر المحل لين نخلص التغطية. فسمحوا لنا في هالربع ساعة إن شاء الله ما راح نطول عليه. طيب مطاعم سيخ ونص الله يعطيهم العافية أصنافهم متنوعة، يبدؤون بالبرجر مرورا بالمشاوي إلى الأصناف المختلفة إلى الشاورما. راح نستعرض معكم أبرز الأصناف اللي موجودة والمميزة في مطاعم سيخ ونص. البرجر اللحم عندهم برجر النعيمي، يكون اسمه برجر قرصان، أو عفوا برجر قرص النعيمي. مثل ما تكلمنا قبل شوي عن برجر قرص النعيمي، طبعا اللي ما جربه لازم يجربه. أنا كشخصيا كسلطان وليس كسناب المهدية وليس كمحل، شخصيا من عشاق هذا البرجر في محل سيخ ونص. وأيضا عندهم برجر الدجاج اللي هو الكريسبي، وعندهم الخلطة الجميلة هذه اللي هي يسمونها بالمنيو عندهم خلطة لغويس، بطاطس وميكس جميل مقدم من سيخ ونص. طبعا عندهم الأشياء المميزة في محلات سيخ ونص البطاطس اليغوصة اللي تكلمنا عنها من شوي، وأيضا عندهم بطاطس الشاورما. النكتين هذه بالذات محلات سيخ ونص يراهنون عليها أشد المراهنة أنها بإذن الله راح تعجب الجميع. لا تفوتكم تجربتها مع أي طلب، خذ لك صحن ونقنق معه. طيب الآن تكلمنا لكم عن بعض الأصناف الموجودة، خلينا نتكلم عن الأصناف المتبقية. عندهم الصنف الشهير فيهم اللي هو الشاورما العربي الموجودة عندهم، تجيك بالشكل هذا. وعندهم أيضا ثلاث أنواع من سندوتشات الشاورما، النوع الأول اللي هو الصاروخ، النوع الثاني اللي هو الشاورما الصغير، أما النوع الجميل هذا يسمونه شاورما صمونة، فلازم تجربونه صراحة جدا جدا أعجبني، يستحق التجربة. هذا بالنسبة للشاورما. أيضا بالنسبة للمشاوي نفس الطقم راح يكون، اللي هو الساندوش الصغير، وأيضا الصمونة المشاوي، وأيضا الصاروخ. أما بالنسبة للجميل هذا اللي هو صحن المشكلات، يجي صحن المشويات عفوا، يجي فيه أربع سياخ مشكلة. طبعا اذا حبيت انها تكون اربع اسياخ مشكله بالشكل هذا راح تطلب منهم صحن مشويات مشكل. اذا انت من عشاق اللحم او من عشاق الدجاج فانت تقدر تختار انواع الاسياخ الموجوده، تقول لهم اعطوني اياها كلها لحم او اعطوني اياها كلها دجاج. ايضا في السندوتشات في نفس الفكره تختار اللي يناسبك، لكن انا فكره الصمونه هذه جدا اعجبتني، وباذن الله انكم تجربونها وتعطونا رايكم. طبعا مثل ما عرضنا عليكم قبل شوي قائمة الأنواع اللي موجودة في مطاعم سيخ ونص. إذا أنت جاي لحالك أو شخص أو شخصين فما أقدر أقول لك إلا الله يحيي المسلم، ما أدري صراحة إيش أقول لك تختار، ولكن جميع المنيو يستحق التجربة. ولكن إذا أنتم مجموعة كبيرة نوعا ما ودكم تجربون كامل الأصناف، مطاعم سيخ ونص الله يعطيهم العافية وفرون بوكس اللمة الجميل المرتب بالشكل هذا. البوكس هذا يكون فيه 30 قطعة منوعة ما بين الكباب واللحم
الدجاج والشاورما وايضا البطاطس اللغويص وانواع الصوصات. البوكس يجيب قيمه 89 ريال بغض النظر عن سعره او عن حجمه. مطاعم سي خلص تقول لك اذا ما عجبك استرد فلوسك. هذه عباره من زود الثقه، وانا صراحه اشهد لهم والله يرزقنا وياهم من واسع فضله. طيب وبكذا نكون انتهينا وياكم من تغطيتنا لمطاعم سيخ ونص، الله يعطيهم العافية. للتذكير راح نذكركم بالموقع مطاعم سيخ ونص على امتداد شارع السير الكبير سابقا شارع الدهنة حاليا أمام مطاعم برصة الريف. لا ننسى أنه عندهم توصيل مجاني للطلبات فوق 30 ريال.